إلهي يا بديع الكون، خذ بيدي لمرضاتك. لقد أدركت أنك واحد فرد بآياتك، إن أكن صفرا فأنت الله في ذاتك. ضللت الدرب من ضعفي فأدركني بقدراتك. أرحني إلهي، إن لي قلبا يتوق إلى مناجاتك. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الآن إخوة الإيمان، نعيش مع هذه الأدعية والابتهالات وفضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. قبل أن نبدأ نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونقرأ الفاتحة لفضيلة الشيخ طلعت، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعمه برحمته وأن يفسح له في قبره وأن يجعل ما قدم في ميزان حسناته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يجعل دعاءنا شفاعة له برحمته وهو أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا واحفظ مصرنا قد شاهد السبع العلا ورآك يا رب، عبدك قد أتى سبحان برحاب بيتك يبتغي لرضاك يا رب صل، يا رب صل مع السلام على الله
الذي قد شاء شاهد السبع العلا وراءك يا رب عبدك قد أتاك مسبحا برحاب بيتك يبتغي لرضاك يا رب تمن عليه بنظرة يحيا بها وبيوم حشر في الجنان يراك سيدي يا رسول الله قالوا محمد صلوات ربي وسلامه عليه قد ذمنا في محكم التنزيل والقرآن ويؤم قبلتنا ويدعو ربه ويبيت مبتهلا إلى الرحمن لما لم يحول وجهه عن بيتنا إن كان لا صدق وذا إيمان فتحير المختار ينظر حائرا لله يشكو لوعة الخيران فدعاه رب العرش حول راضيا للبيت بالأسرار والأركان قالوا محمد صلوات ربي وسلامه عليه قالوا محمد قد ذمنا في محكم التنزيل والقرآن ويؤم قبلتنا ويدعو ربه يبيت
جئت مبتهلا إلى الرحمن لما لم يحول لما لم يحول لما لم يحول وجهه عن بيتنا إن كان ذا صدق وذا إيمان. فتحير المختار ينظر حائرا لله ينظر حائرا لله يشكو لوعة الحيران. فدعاه رب العرش خول راضيان للبيت بالأسرار والأركان. فتحير المختار ينظر حائرا فتحير المختار صلوات ربي وسلامه عليه. فتحير المختار ينظر حائرا لله يشكو لوعة الخير. سيدي يا رسول الله فدعاه رب العرش حول راضيا للبيت بالأسرار والأركان. وتحول الصحب الكرام جميعهم في لهفة ومحبة وحنان. فدعاه رب العرش حول راضيا للبيت بالأسرار والأركان. وتحول الصحب الكرام جميعهم في لهفة ومحبة وحنان. يا رب يا رب يا رب حقق ما يؤمن طالبون يا ذا الجلال وواسع الغفران. سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله طلعت بوجهك الميمون بدرا صلوات ربي وسلامه عليك طلعت بوجهك الميمون بدرا فزال الظلم وانقشع ظلامه
طلعت بوجهك الميمون بدارا، فزال الظلم وانقشع الظلام، فقومك حين وافاهم بشير بمولدك السعيد، إليك هاموا سيدي يا رسول الله، يدين لك الجمال وأنت نور على أضوائه هدي الأنام. نصلي جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى أشرقت أنوار محمد واختفت منها البذور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور، يا حبيبي يا شفيعي يا محمد، يا محمد يا نبينا، أنت فينا أنت فينا، يا محمد يا نبينا، أنت فينا أنت فينا، علمتنا الصبر الجميل، علمتنا الصفح الجميل، يا حبيبي يا شفيعي يا محمد، في رياض الصالحين فهمتنا شرعا ودينا، في رياض الصالحين فهمتنا شرعا ودينا، وفي الشيخين أيضا وأحمد والترمذي قولا متينا، يا حبيبي يا شفيعي يا محمد، يا محمد يا نبينا، يا إمام القبلتين، يا محمد يا نبينا، يا إمام القبلتين، يا مؤيد يا ممجد، يا عروس الخافقين، فقت شمسا فقت بدرا، أنت نور فوق نور، يا حبيبي يا شفيعي يا محمد، سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم
وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا غفور يا من بشراك سبحان من أعطاك يا من بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء أناك بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب وما ترى منه تعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع سادد إلى مولاك ذو الكعد جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى ذو الكعد جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى ربنا عنك عفا هذا نبي زاكي ذو الحج سادس شهرك يا آمنة يا سعد الله يجمع شملك بسيد وفا محرم جاءك بالندى مبشرا بأحمد محرم جاءك بالندى مبشرا بأحمد وما ترى من غرد هذا نبي زاكي وفي صافر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صافر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكملي يا آمنة تأملي نورا به أكساك ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحابق مقرونا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتح أمامنا الجنة برغم من عداك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى سيدي يا رسول الله
سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا من بشراك سبحان من أعطاك يا من بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب وما ترى منه تعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاك بالغنى يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو الكعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاكي ذو الحجة سادس شهرك يا منى يا سعد الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد وما ترى من غرضا هذا نبي زاكي وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجل ذن شق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكملي يا منى تأملي نورا به أكساك ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحابق مقرونا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتح أمامنا الجنة برغم من عداك النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله
إخوة الإيمان بهذه الابتهالات التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عمر بن الخطاب بكفر شبرا اليمن مركز زفتة بمحافظة الغربية. وقد جئنا إلى هذه الرحاب الطاهرة احتفالا واحتفاء بذكرى علم من أعلام الابتهالات في مصر والعالم العربي فضيلة الشيخ طلعت هواش، وجئنا بدعوة كريمة من نجليه محمد طلعت هواش وأحمد طلعت هواش. إخوة الإيمان، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.